500 قطعة فنية عرضت في مزاد علني في باريس. المزاد علني لكن هوية البائع بقيت سرية. صحفي سوري تمكن من الربط بين المقتنيات المعروضة للبيع وبين رفعة الأسد مجرم الحرب. المزاد كشف حجم السرقات التي قام بها رفعة الأسد من الشعب السوري، لكنه كشف أيضا عن تورط الحكومة الفرنسية في استمرار الجريمة التي زاد عمرها عن 40 عاما. أهلا بكم. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. من باريس صحفي السوري محمد الحاج، أهلا بك وشكرا لانضمامك لنا في أوريانت بودكاست. تحقيق جميل جدا، مهم جدا، نشرته في موقع روزانا عن هذا المزاد العلني، وعبر الصور وعبر البحث وعبر الاستقصاء تمكنت من الربط بين ما عرض في هذا المزاد الذي شارك به حتى هاتفيا سوريون وعرب وبين رفعة الأسد. على ماذا استندت؟ لماذا لديك يقين بأن ما عرض في هذا المزاد يعود بالأصل أو أن البائع هو رفعة الأسد؟ شكرا قصي على الاستضافة، وشكرا لأوريانت على الاهتمام بالمادة الاستقصائية اللي نشرت على موقع راديو روزانا. الفرضية كانت فرضية المادة الاستقصائية أو التحقيق كانت حول إثبات إلى من تعود ملكية الخمسمائة وخمسمائة أو ثلاثة وخمسة وثلاثين قطعة الفاخرة المذهلة على حد وصف دار البيع اللي عرضت في فندق شهير بالمزادات وسط العاصمة الفرنسية باريس، لمن تعود ملكيتها. ذكر بالإعلان عن هذه القطع بأنه هي لقصر فاخر بجادة فوش، هي جادة الأغلى في وسط العاصمة الفرنسية باريس دون تحديد ملكية الشخص الذي تعود له. حضرنا المزاد وعملنا على تحليل صور في القطع المعروضة بالمزاد وصور لرفعة الأسد بقصره في جادة فوش. رفعة الأسد كان يمتلك قصر مؤلف من 5 إلى 7 طوابق في واحدة من أرقى مناطق فرنسا وباريس، ويمكن القول بأنها من أرقى مناطق العالم. أردنا بداية أن نثبت بأنه هذه القطع هي كانت موجودة في قصر رفعة الأسد. النقطة الثانية الفرضية التي عملنا أيضا حولها، هل هذه المقتنيات المعروضة هي من الأصول المصادرة من قبل الحكومة الفرنسية؟ الحكومة الفرنسية أصدرت حكم بالسجن 4 سنوات، وأيضا مصادرة أملاك وأصول عقارية لرفعة الأسد تقدر قيمتها ب90 مليون يورو. فكانت فرضيتنا، هل هذه المقتنيات هي من الأصول المصادرة؟ هل القضاء الفرنسي، هل الحكومة الفرنسية هي من تبيع هذه المقتنيات في المزاد العلني؟ ذهبنا إلى الفندق، حضرنا المزاد، كان في لنا ملاحظات ممكن ندردش حولها خلال المزاد، حول الحضور العربي والحضور الفرنسي. السؤال الأول اللي كنا بدنا نحصل على إجابه إلو، هل هذه القطع مصادرة أم هي لرفعة الأسد أم لطرف ثالث؟ ومن خلال المقارنة مع فيديوهات ولقاءات سابقة لرفعة الأسد مع عدد من وسائل الإعلام، استطعت أن تربط بين المعروض من المقتنيات في هذا المزاد وبين ما يظهر في هذه الفيديوهات؟ هذا كان الخيط الأول لتتأكد. حملنا معنا هذه الأدلة، عملنا على تحليل كل الصور اللي ونسبة كبيرة من المقابلات والصور اللي كانت لرفعة الأسد بقصره بجادة فوش، وأيضا أجرينا تحليل لصور معروضة بالمزاد، وأثبتنا بالدليل القاطع الذي لا يقبل التشكيك بأنه هذه القطع تعود لقطع لقصر رفعة الأسد. مثلا لوحة كاللوحة اللي خلفي اللي ثمنها يعني كم يورو، رفعة الأسد كانت تظهر خلفه لوحة مثلا يقدر سعرها ب 24 ألف يورو، هي نفسها موجودة بالقصر بالمزاد. مثلا خزانة نفسها موجودة، مكتبه نفسه موجود،
عفوا محمد، أيضا حللنا محمد عفوا، ربما فيما يتعلق بالأثاث ربما هناك مجال للشك، لكن باللوحات الأصلية لفنانين معروفين هذا لا يترك مجال للشك، لا يوجد نسخة أخرى من لوحة فنية. القصر العنوان دار البيع قالت بأنه القصر في جادة فوش، والبناء رقم 38 بجادة فوش تعود ملكيته لرفعت الأسد، كانت تعود ملكيته لرفعت الأسد. فأحنا حللنا ما بين مثلا في مقطع لمقابلة مع بي بي سي، في بداية المقطع مصورين البهو تبع القصر لرفعت الأسد، حللنا الظاهر بالمقابلة بالتقرير، وأجرينا مقارنة مع 535 وجدنا القطع ذاتها موجودة. طيب خليني أذهب محمد لو سمحت للاستنتاج بعد إذنك، للاستنتاج أنت مصدر قال لك أنه لا، هذه ليست مقتنيات رفعت الأسد، إحدى المصادر التي قابلتها أتوقع هي دار العرض نفسها، لكن النتيجة التي وصلت لها إلى أنها مقتنيات رفعت الأسد. طيب هم بدي أسألك عن هوية البائع، هل هي الحكومة الفرنسية، أحد أقارب معارف رفعت الأسد، أم هو رفعت الأسد شخصية؟ هذه النقطة اللي كنا نبحث عن إجابة، لم نعرف هوية البائع. حاولت الحصول على إجابة بالفندق، تعذر، يبدو كان في موضوع مربك حتى بالنسبة لدار البيع بأنه يكون في صحافة موجودة وتسأل بشكل مباشر لرفعت الأسد وتمتلك الدلائل بأنه هذه كانت القطع تعود لقصر رفعت الأسد. بعد أكثر من مراسلة، بعد أكثر من اتصال، حصلنا على إجابة من دار البيع تقول بأنه هوية البائع سرية، لكن الملكية لا تعود للشخص اللي ذكرته اسمه اللي هو رفعت الأسد، وتمت عملية البيع بشكل طوعي، أي أن 3.3 مليون يورو اللي القيمة الإجمالية للمزاد لم تكون للدولة الفرنسية. أثاث رفعت الأسد هرب من العدالة الفرنسية، والشخص الثالث هو مجهول. حضورنا للمزاد في أمر، في شابة سورية أيضا تحدثنا عنها بالتحقيق، في أمر وصفته بالمريب، صدفة أنه يجتمع أشخاص سوريين يتحدثون باللهجة السورية بكثرة، أشخاص عرب، وسيدة محجبة وترتدي لباس فاخر تتصدر الصف الأول بالمزاد، تراقب عملية البيع، وحولها عدد من الأشخاص. هذا يضع إشارة استفهام أيضا حول الجهة اللي باعت، والتي تقول البعض يقول بأنها تعود لواحدة من زوجات رفعت الأسد، أو رفعت الأسد بعملية بيع وهمية باعها لأحد أفراد حاشيته. محامي رفعت الأسد إيلي حاتم بتصريح لموقع ميدل إيست آي حول المزاد ادعى بأنه ملكية القطع تعود فقط للطابق الثالث، وهي لإحدى طليقات رفعت الأسد اللي باعتها دون علم رفعت الأسد. لنفي هذا الادعاء أجرينا تحليل بمساعدة أيضا مهندس تصميم داخلي لواجهة البناء من الخارج ولا الصور من الداخل، أثبتنا أيضا بالدليل القاطع عبر تحليل البيانات بأن القطع المعروضة هي من جميع الطوابق وليست فقط من الطابق الثالث. وأين تتموضع المفروشات المعروضة؟ في كل غرفة وفي كل طابق، والمقتنيات لطوابق القصر كاملة. اتجهنا أيضا للقصر، صورنا مقطع عند القصر، القصر مهجور لكن في كان فقط ضوء ينبعث من النفق تبع كراج السيارات، يبدو كان في حركة ما. أيضا حتى نوصل للقارئ أو المشاهد أو اللي راح يشوف التقرير حول أهمية موقع القصر، أجرينا أيضا تحليل عبر جوجل إيرث، وأيضا أجرينا تصوير فيديو بأنه كم يحتاج رفعت الأسد أو عائلته للوصول لواحدة من أغلى مناطق العالم اللي هي شارع الشانزليزيه أو قوس النصر، 3 دقائق فقط. رفعت الأسد كان يسكن على بعد 3 دقائق فقط من قوس النصر. أيضا رسلنا جمعية شيربا، هي اللي رفعت القضية ضد رفعت الأسد منذ 2014 إلى أن حكمت محكمة التمييز الفرنسية ب 2022 بالحكم 4 سنوات. طبعا رفعت الأسد خرج إلى سوريا وعاد إلى سوريا، وجهنا أسئلة فيما إذا كانت مقتنيات القصر والقصر ذاته هي من الأملاك المصادرة والأصول المصادرة
أم لا لم نحصل على جواب. لكن هناك نقطة، 90 مليون يورو اللي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية قيمة الأصول العقارية اللي جرى مصادرتها تعادل القيمة التقديرية للقصر. رفعة الأسد عرض القصر للبيع من 2009 حسب تقارير صحفية، جاء عروض من مشترين روس وسعوديين ب70 مليون. أيضا خلال تحليل البيانات والبحث بالمصادر المفتوحة نفينا فرضية لتقرير التليغراف بأنه جرت عملية بيع قصر جادة فوش، بأنه ظهر بمقابلة مع الشانل فور البريطانية بعد 8 أشهر تقريبا من نشر خبر البيع. وتفضل. أنا آسف بعرف المعلومات كثيرة، لكن استغلالا للوقت محمد، قيمة المزاد النهائية لكل ما بيع 3.3 مليون يورو شخصيا محمد، كصحفي سوري، كشاب سوري حضرت المزاد، شو أكثر شيء أبهرك من المقتنيات؟ يعني إذا تجرد نفسك من عملك الصحفي بالإضافة للمزاد، لما تغوص وتشوف كمية الأملاك اللي عند رفعة الأسد اللي كانت في باريس ومحيطها وفي بريطانيا وبسويسرا وبإسبانيا، شيء مذهل. يعني للحقيقة تخيل اللوحات أغلبها من نهاية القرن 18 والقرن 19، القطع اللي تعرض ب2000 يورو تباع ب30000 يورو، ب40000 يورو، ب50000 يورو. لوحة قطعة بسيطة تباع ب22000 يورو. سجاد إيراني كله من الخمسينات من الستينات، خزانة مثلا مذهبة على طراز اللي موجودة بقصر فيرساي، لوحات لفنانين أوروبيين بنهاية القرن 18 النسخة الأصلية موجودة عنده. للأمانة كل ما عرض في طقم طعام، صحون ومعالق وشوك محطوط عليها اسمه REA، الثلاث أحرف الأولى، قيمته التقديرية الأولى بين 6 إلى 8 آلاف يورو. شيء يعني أنت لما تحضره كسوري، وقالت لنا الصبية ربما أحسنت التعبير، قالت وكأنه عملية، جزء من عملية بيع سوريا المنهوبة من آل الأسد. أيضا خلال التحقيق قصي أضاءنا على عدد من الأملاك اللي كانت تعود ملكيتها لرفعة الأسد، منها مثلا 45 هكتار على أطراف العاصمة الفرنسية باريس. نقلنا أيضا من تصريح سابق لرئيس البلدية، تخيل يقول رئيس البلدية ب2001 لما صرت رئيس بلدية بيسانكور اللي موجود حواليها القصر، حذروني من التعامل مع رفعة الأسد وحاشيته، كان في 90 شخص تقريبا، فقط قلت لهم بأنه أسلحتكم حاولوا تخفوها لأنه عم تزعج المتنزهين. كي لا تخيفوا المارة. محمد كصحفي، المزاد، هل يعني هذا المزاد أن حتى قرار الحكومة الفرنسية مصادرة أملاك رفعة الأسد لن ينفذ؟ لا لا، في أملاك، في أصول عقارية جرى مصادرتها، لكن هل الأثاث فقط هو اللي هرب من العدالة؟ لأنه أيضا منظمة شيربا حذرت الحكومة الفرنسية بأن هناك أصول عقارية ستعود لدوائر الفساد. المنظمات الحقوقية أيضا خلال بحثنا تقول بأنه غالبية أملاك رفعة الأسد تعود ملكيتها مسجلة بشركات وهمية لأبنائه، يقال بأنه عددهم 16، وزوجاته الأربعة. قيمة الأصول العقارية تقديريا بين 1 مليار إلى 2 مليار يورو في فرنسا، بحدود 160 مليون يورو. أيضا هناك تخيل مثلا قصي بسرعة في قطعة أرض بالدائرة 16 من أرقى المناطق في غرب باريس، رفعة الأسد عنده قطعة أرض تركها 20 سنة تسكنها الجرذان والقمامة، حتى ب 2013 بدأت ملاحقتها بأنه هذه الأرض لرفعة الأسد المتهم بارتكاب مجازر ضد السوريين في حماة وبسجن تدمر. بعدها جرت مصادرتها من قبل البلدية ب 2015، وبناء تم بناء 34 وحدة سكنية للسكن الاجتماعي.
فعنده إمبراطورية عقارية في إسبانيا مثلا، وإحنا أضأنا وهي معلومات سابقة أيضا، حاولنا بأنه تكون السياقات حتى يطلع متكاملة للقارئ. محمد، أنا بس بدي أشير أنه ليس سرا أن رفعت الأسد عندما غادر سوريا بعد خلاف مع حافظ الأسد، خلاف ورفع أسلحة على بعضهم، كان أفرغ البنك المركزي السوري كاملا، غير أن هبات وأموال حتى وصلته من زعماء وقادة ورؤساء عرب لهذه التسوية. محمد، أيضا هذه بنصف دقيقة، هذه أيضا أتينا على ذكرها بالتحقيق. الادعاء الفرنسي يقول بأنه أموال رفعت الأسد بالكامل هي من خزائن الدولة السورية. رفعت الأسد يقول بأنها هبات سعودية من الملك عبد الله بن عبد العزيز. الادعاء الفرنسي نفى هذا الادعاء بأنه الثلاث هبات اللي قدمها لا تكون هذه الثروة والإثراء الغير مشروع من الثمانينات إلى الآن. أيضا ليبيا بتصريح لفرانس 24 قال رئيس الوزراء السابق عبد السلام جلود بأنه أعطيناهم 200 مليون يورو قرض، وكان 100 مليون في شهادة لعبد الحليم خدام تقول بأنه 300 مليون هي من أموال السوريين لمصطفى طلاس. أيضا بهذا الخصوص حاولنا بأن نأتي على ذكر كل هذا. العدالة ذكرنا بالعنوان بأنه العدالة منقوصة، لأنه رفع دعاوى عليه في سويسرا، في إسبانيا، في فرنسا، صدرت أملاكه بالدول الثلاث إضافة إلى بريطانيا، وخرج رفعة الأسد دون أي قيود، ويقال بأنه خرج ضمن تسوية حتى لم تكشف كامل معالمها من باريس. محمد الحاج الصحفي السوري، شكرا جزيلا لك، بإمكانكم الاطلاع على هذا التحقيق كاملا عبر موقع روزنا المزود بالفيديوهات والصور والدلائل. شكرا لك محمد على هذا التحقيق، ولبقية الزملاء الذين أنجزوه معك بالجرافيك تحديدا. شكرا أكيد يا محمد. أكيد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.